كنا نزور الأخ أبو السهل الأستاذ أبو السهل للتعرض لواحد حادثة سير قرى المحمدية، والحمد لله دابا كنشوفوه بدا كيرد المستوى ديالو بدا كيفوت داك، ولكن هاد الشيء هذا راه كيف تكلم هو الأستاذ أبو السهل هذا ما خصوش يكون، كيكون لأن كاين أضعف الإيمان هو بحال هاد البلايص اللي كيكونوا خطيرين يتسبغوا ويدار فيهم الضو ويدار فيهم هذاك الشيء باش المواطنين يعرفوا واش كاين قدامهم. دابا كيجي لواحد الطريق ما كيعرف واش كاين قدامك، كيزاحمك واحد مول الكاميو ولا كاين واحد مستاسيوني ولا شي حاجه كتخرج وكتصب حديثها، والحمد لله اللي قد نزرب في قضاء اللطف هذا هو المهم. وكنتمناو الاستاذ ابو السهل الشفاء العاجل ان شاء الله ويرد اللياقه ديالو ويرجع لنا العالم الرياضي والاخبار الرياضيه كيف كان قبل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.